واصل مجلس النواب استكمال مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد. تهدف مواد مشروع القانون إلى تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد. جلسة جديدة وصل خلالها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة الملفات المدرجة على جدول أعماله. الجلسة شهدت استكمال مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد الذي يهدف إلى تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد. احنا لازم يكون موجود عندنا في القانون مادة تتيح للمجمعة ان هي ترجع على المؤمن له في حالة ان هو لا يحق له التأمين، فانا مستحدثة او مقترحة استحداث مادة اخرى لهذا الغرض، ولكن هذه المادة لا تفي اطلاقا غرض الرجوع على المؤمن له في حالة التأمين الالزامي. لما نرجع للمادة 69 هنلاقي المادة 69 بتتكلم على كيفية تسجيل الصناديق والتعديل بتاع انظمتها من اول ما بيتقدم طلب القيد في الصندوق، ونفس هذه الفقرة موجودة في هذا المكان في المادة 69. عشان كده انا شايفة انه يجب من هذه المادة. وعقب الاستماع إلى عدد من أعضاء المجلس، قرر رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي الاكتفاء بما تمت مناقشته من مواد قانون التأمين الموحد، على أن تناقش غدا باقي مواد القانون والمواد المستحدثة. وفي ختام الجلسة تمت إحالة عدد من الاتفاقيات إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لمناقشتها خلال الجلسات المقبلة.